شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تحتوي على حكم تشريعي، وتتعقب هذا الحكم ببيان القيمة التي يستند إليها هذا الحكم. هذه الظاهرة ظاهرة تعقيب الحكم بالقيمة التي يستند إليها نلمحها في كثير من الآيات الكريمة. وهذا في الواقع نوع من لطف الله بعباده، قاعدة يسميها العلماء بقاعدة اللطف. اللطف معناه أن مقتضى رحمة الله ومقتضى لطف الله أن يقرب عباده إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. الآيات القرآنية مو مثل الأحكام الوضعية، عندما تأخذ كتاب من كتب القانون
يتكلم معك بمنطق القوة، هذا لازم. إذا ما عملت هذا الشيء عليك غرامة أو سجن. لماذا هذا الحكم؟ ماكو لماذا، ماكو هنالك تعليل في القوانين الوضعية. أخذوا كتب القانون لاحظوها. ولكن في القرآن الكريم من لطف الله ومن رحمة الله في كثير من المواقع الله تعالى يبين القانون ويبين القيمة التي يستند إليها هذا القانون. ليش هذا الحكم؟ لماذا هذا القانون؟ هذه هي العلة أو هذه هي الحكمة من وراء وضع هذا القانون. الله تعالى يقول وأقم الصلاة. لماذا؟ لماذا نقيم الصلاة؟ تعليل: وأقم الصلاة لذكري. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ الله تعالى يقول لعلكم تتقون. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لاحظوا ماذا يقول العلم في هذا التعليل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في آية الدين، وهذه الآية التي تلوناها ضمن آية الدين أيضا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أي شيء داينت من واحد اكتبه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا؟ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. حقيقة تعليل، إذا واحد ما يمر بهذه الحالة، إذا واحد متدين يمر بحالة دين يشعر بعمق هذه الكلمة: وأدنى ألا ترتابوا. بعض الآيات واحد ما يفهمها إلا عندما واحد يمر بها فيشعر عمق هذه الآية وأبعاد هذه الآية. هذه الآية المباركة التي تلوناها أيضا تحتوي على حكم تشريعي، وتحتوي أيضا على القيمة التي يستند إليها هذا الحكم. نحن نتحدث حول هذه الآية المباركة في فصلين. الفصل الأول: الحكم التشريعي. هذا الحكم من الأحكام التي لا يلتفت إليها الكثيرون. يبدو هذا التساهل أو هذه الغفلة ليست حالة جديدة، يبدو كانت من القديم. لذلك المنقول عن ابن عباس
تلميذ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن هنالك آية لا يؤمن بها أكثر الناس، وهي هذه الآية، يعني لا يؤمنون بها عمليا، ما يطبقوها في حياتهم، لأنهم يتماهلون يتساهلون، لا يفهمون أبعاد هذه القضية وحقيقة هذا الحكم يمكن أن نعتبره من معجزات القرآن الكريم. والعجيب أن الله تعالى في آخر الآية يقول: والله عليم حكيم، يعني هذا الحكم نابع من علم الله. الله مو في كل حكم يقول والله عليم حكيم، يبدو أن هذا الحكم شيء مهم ينبع من ذلك العلم اللامتناهي، ذلك العلم الذي يحيط بدخائل النفوس وأعماق النفوس. إحنا نشوف الظواهر ونمشي، ولكن الله سبحانه وتعالى محيط بالدقائق. ألا يعلم من خلق؟ الله هو الذي خلق، الله يعلم البواطن، الله يعلم الكوامن، فلا تمر على هذا الحكم، هذا حكم من الأحكام الشرعية، لا، هذا الحكم وراءه علم، وراءه حكمة، وراءه إحاطة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. سابقا كان أكو هنالك عبيد في البيوت، والآن ماكو عبيد ولكن أكو خدم. الملاك كما سوف نذكره إن شاء الله يشمل الخدم أيضا، مو خاص بالعبيد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني العبيد الذين تملكونه، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأطفال غير البالغين الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ الشرعي. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ما يمكن تترك الطفل بالبيت على كيفه، يدخل في أي غرفة، يشاهد أي منظر، لا، يحتاج إلى ضبط. الله تعالى ما يخاطب الأطفال، دققوا في هذه النقطة، ما يخاطب الأطفال، يقول يا أيها الأطفال الذين لم تبلغوا الحلم استأذنوا، لا، ما يخاطب العبيد يا أيها العبيد استأذنوا، الله يخاطب الأولياء: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. هذا الخطاب لمن؟ للأولياء. هذا في علم الأصول يقال له الأمر بالأمر في تفصيل وبحث، لأن الطفل لعله الطفل دون مستوى الأمر، الله يوجه له خطاب ما يلتفت، نضج مو بتلك الدرجة اللي يسمح بتوجيه الخطاب إليه، خطاب مباشر. الذين ملكت أيمانكم، قلنا سابقا كثير منهم كانوا يعيشون في مستوى فكري وثقافي منحط جدا،
فهذه الحالة لا تسمح بتوجيه خطاب مباشر. الله تعالى يخاطب الأولياء، يعني هؤلاء يحتاجون إلى ضبط، يحتاجون إلى قيم، يحتاجون إلى قيمومة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، هذا تكليف الأولياء، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، في كل يوم 3 مرات. ما هي هذه المرات؟ الإسلام ينظم الوقت، هذه قيمة حضارية في الإسلام، وأنه واحد أي شيء يحب يعمل في أي وقت. من القيم المهمة اللي الآن الحضارة الحديثة ترتكز عليها قيمة تنظيم الوقت، أنه واحد أي وقت يعمل أي شيء، هذا مو صحيح. لا يمكن للإنسان أن يعمل أي شيء في أي وقت، لا، منظم. والتنظيم القرآني يعتمد على أوقات الصلاة، يعني محور تنظيم حياة الإنسان أوقات العبادة. عندنا صلاة الصبح، وعندنا صلاة الظهر، وعندنا صلاة المغرب، هذه الأوقات الثلاثة محور تنظيم حياة الإنسان. أما الإنسان ينام 2 يقوم 7، هذا غلط من الناحية الشرعية. الإنسان يجب أن يستيقظ في وقت صلاة الصبح مهما كان. هذا المنهج اللي إحنا عندنا هذا غلط من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية. منظم كان، أولاً وقت صلاة الصبح يقوموا يصلون صلاة الصبح، المتقين المستغفرون بالأسحار جعلنا الله منهم، خب من قبل صلاة الصبح يقومون يقرون قرآن يناجون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا قبل كان الشيوخ يسوون هذا، هذا رايح منه غالبا. أول شيء يقومون لصلاة الصبح، بعد صلاة الصبح فترة العمل، يذهب إلى عمله، إلى تجارته، إلى درسه، إلى تدريسه، إلى تحصيله، هاي الفترة الثانية. الفترة الثالثة قبيل صلاة الظهر، يعني 11:15 أكثر أقل، كانوا يجون ينامون، هذا الشيء الذي يقال له نوم القيلولة، وهو جدا مهم ومتروك عندنا بالمرة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له إني كنت حافظا، حفظي كان جيد، الآن أصبحت نساء. فقال له هل كنت تنام نوم القيلولة؟ قال نعم. قال هل تركته؟ قال نعم. قال فعد إليه. فعاد الرجل إلى نوم القيلولة وعادت إليه ذاكرته وحافظته. طبعا مو اللي يقوم 10 ينام نوم القيلولة، اللي يقوم قبل صلاة الصبح أو عند أذان الصبح ويعمل ويشتغل، قبل الظهر بعد منهك متعب، فيجي إلى البيت وينام دقائق نوم القيلولة ثم يقوم وهو نشط من الناحية الجسدية من الناحية العقلية. اللي ما كانوا ينامون نوم القيلولة كانوا ينامون بعد صلاة الظهر دقائق معدودة. فإذا صلاة الصبح الفترة الأولى، ثم بعد ذلك فترة العمل، ثم بعد ذلك نوم القيلولة، ثم بعد ذلك صلاة الظهر،
ثم بعد ذلك الذهاب إلى العمل مرة ثانية أو إلى صلة الرحم أو إلى أي عمل آخر، ثم بعد ذلك صلاة المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك الراحة، يعني وقت تنظيم. محور هذا التنظيم أوقات العبادة الثلاثية، وهنالك ثلاثة أوقات للراحة، ثلاثة أوقات عبادة واحد يعمر بها آخرته، وعمل واحد يعمر به دنياه. طبعا الحقيقة العبادة تعمر الدنيا والآخرة، إذا قلنا العبادة تعمر الآخرة هذا الغرض الأهم، وإلا الحقيقة العبادة تعمر الدنيا والآخرة، عبادة تعمر الدنيا والآخرة، وعمل يعمر الدنيا. والشيء الثالث، المؤمن يحتاج إلى راحة، فكانوا يستريحون في ثلاثة أوقات. أكو حديث لطيف على ما أتذكر، وثالثة يخلو بها إلى لذته وهي عون له على تلك الساعتين، مرمة لمعاش أو تزود لمعاد، ولذة في غير محرم وهي عون له على تلك الساعتين. فواحد يحتاج إلى استراحة ثلاثة أوقات. هذه الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر، هذه فترة. الفترة الثانية وحين تضعون ثيابكم، واحد يتخفف من ثيابه من الظهيرة، هاي الفترة الثانية، ومن بعد صلاة العشاء. في هذه الأوقات الثلاثة علموهم، أنتم الأولياء علموا أطفالكم أن يستأذنوا عليكم، مو أنه يجي يقتحم الغرفة ويفتح الباب ويدخل لي جوا. لماذا؟ هذا التعليل مهم. ثلاث عورات لكم، هذه أوقات ينكشف فيها ما لا ينبغي انكشافه، هذا في الواقع في قوة التعليل. والعلماء يقولون العلة تعمم وتخصص، لذلك هذا الحكم مو خاص بالزوجين، لا، حتى واحد آخر، حتى إذا واحد يريد يدخل غرفته مثلا ابنه لازم يستأذن، كما يظهر من الآية التالية. إذا يريد يدخل غرفة بنته في هذه الأوقات الثلاثة ينبغي أن يستأذن، أو يجب كما صرح به بعض العلماء أن يستأذن، أو غرفة أي واحد كان، حتى يدخل غرفة خادمة في هذه الأوقات الثلاثة يجب أن يستأذن أو ينبغي أن يستأذن. زين، إذا تغير العرف، أوقات الراحة كانت غير هذه الأوقات، يعني واحد يجي بالبيت مثلا أول الليل أو منتصف الليل أو أول الصبح أو ساعة 10، في ذاك الوقت يريد أن يضع ثيابه ويرتاح. الملاك يعني الحكم يشمله هذا الملاك وهذه القيمة، أنه يجب الاستئذان حتى لا يفاجأ الطفل أو ملك اليمين أو الإنسان الكبير كما سوف يأتي، لا يفاجأ بما لا ينبغي أن يطلع عليه. شنو أهمية هذا الحكم؟ هذا الحكم مو فقط في هذه الصغرى وفي هذا الجزء، لا، هذا الحكم
بملاحظة هذه القيمة اللي يستند إليها هذا الحكم له عشرات من الصغريات والمفردات في حياته. أي شيء، أي منظر يمكن أن يطلع عليه الطفل، وهذا المنظر يخل بالأدب العام، يجب أن نقف أمام الطفل ألا نجعل الطفل يطلع على هذا المنظر. ليش؟ شوي دققوا في هذه النقطة وما أفصل فيها كثير. دائما التكوين يجب أن يتناسق مع التشريع. يعني شنو؟ نقرب بمثال. أنت عندك ابن، تقول لهذا الابن أريدك أن تكون ناجحا في المدرسة، هذا تشريع، يعني هذا قانون، هذه رغبتك. لازم توفر إلى في الواقع الخارجي الأشياء اللي يتمكن أن يحقق بها هذه الرغبة. أما إذا أهملت خليت في مدرسة متخلفة، يوم وصلت إلى المدرسة يوم ما وصلت، ما اهتممت بمذاكرته، ما اشتريت له الكتب، ما هيأت له أفراد يذاكرونه أفراد جيدين، شنو النتيجة في نهاية العام؟ سقوط. واضح بعد؟ ما تناسق التكوين مع التشريع، الواقع الخارجي ما تناسق مع رغبتك التي تريدها من ولدك. جيد. الطفل الغريزة فيه موجودة، ولكن هذه الغريزة ضامرة مستترة إلى قبل البلوغ. العلماء يحددون، علماء النفس، هاي الفترة بين 6 إلى 12، هذه الغريزة موجودة ولكنها ضامرة مستترة. هذه الغريزة يجب أن لا توقظ. إذا أوقظت هذه الغريزة بأقل شيء، إذا واحد كبير هو يمكن تقول له صحيح، ولكن تعفف، يفهم المنطق، يفهم الكلام، ولكن طفل ما يفهم المنطق، يعني جدا صعب عليه يفهم المنطق. عندما يجوع يريد أن يذهب يأكل، ماذا نفعل؟ الغريزة توقظ، المنطق ضعيف التأثير في هذا الطفل وتنهاه، هذا معناته شنو؟ صار تناقض بين التشريع والتكوين. دققت؟ تناقض بين التشريع والتكوين، تقول له لا ولكن عمليا تدفعه إلى نعم، هذا تناقض، ما يمكن. الإسلام يدقق أنه في هذه المرحلة لا يحدث هنالك أصغر شيء يوقظ هذه الغريزة في نفس الطفل، ولذلك يقول يجب عليه الاستئذان حتى لا يفاجأ في منظر يوقظ فيه هذه الغريزة. وإذا تيقظت هذه الغريزة في الأطفال، هذه الغريزة لا ينفع فيها الكلام. واحد يلقي واحد في البحر ويقول له لا تغرق، هذا مو منطق. ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، مو ممكن. ما أقول مو ممكن، يعني محال، ولكن القضية تصير صعبة. أنت فجرت هذه الطاقة، ولدت هذه الطاقة، بعدين تقف أمام هذه الطاقة، هذا أمر مشكل، هذا أمر غير منطقي. ولذلك العلماء يقولون ينبغي الدقة حتى في أصغر الأشياء.
الدقة حتى في أصغر الأشياء التي قد لا يلتفت إليها الآباء ولا يلتفت إليها الأمهات، ولكنها مهمة. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الله يجمع بين قيمتين، دقة في التشريع من جانب، قيمة الحفاظ على أجواء العفاف، هاي قيمة، ومن جانب قيمة رفع الحرج، أنه كل دقيقة هذا الطفل يجي يستأذن عليكم، هذا الطفل كل دقيقة يجي إلى أمه، فالاستئذان دائما حرج غير عملي. الله يقول هذه الأوقات الثلاثة راعوها، أما بعد ذلك يعني غير هذه الأوقات ما يخالف، خلي الطفل يجي ويدخل الغرفة بلا استئذان. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في غير هذه الأوقات، طوافون عليكم بعضكم على بعض. طفل يجي يوم أمه يحتاج إلى حنان، عنده حاجة، عنده شغل، ما في إشكال، ولكن في هذه الأوقات اللي يمكن أن تخدش العفاف يجب تأديب الطفل والحيلول أمام الطفل. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا حكم الأطفال. وإذا بلغ الأطفال منكم، صار بالغ، في هاي البلاد الأطفال يبلغون عادة 12 سنة 13 أقل أكثر، البلاد الحارة الأطفال بسرعة يبلغون وبسرعة ينضجون، فليستأذنوا. أما إذا واحد صار كبير دائما يجب الاستئذان، أي وقت يريد يدخل الغرفة الخاصة يجب أن يستأذن، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، أي وقت كان. بعد هذا ما في تقييد، هذا في إطلاق، كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. مرتيا في الآيتين الله يقول والله عليم حكيم. أنا أذكر بعض الروايات التي ذكرها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ورسول الله صلى الله عليه وآله في هذه القضية. النبي صلى الله عليه وآله، وهذا معنون في الكتب الفقهية، راجع العروة، الرسائل العملية، هذا من الأشياء المنهية، إياكم، النبي صلى الله عليه وآله ينهى، إياكم يعني أحذركم تحذير من أن يطلع الطفل على بعض ما لا ينبغي اطلاعه عليه، والصبي في المهد، شوف الدقة، ينظر إليهما. صبي في المهد يعني هذا في نظرنا أبدا ما يفهم. الإسلام يقول لا، هذا الصبي هذا يفهم، إذا الآن ما يفهم هذا يلتقط هذا المنظر، يلتقط هذه الكلمة. طفل جيبوا أمام التلفزيون، هذا دا يشوف هذا الفيلم، هذا الفيلم شو يسوي في روحية هذا الطفل؟ حتى إذا طفل عمره 4 أشهر، صبي في المهد، هذا يدمر روحه. إحنا نتصور الأطفال ما يفهموا، ليش؟ هذه تجربة علمية جديدة، تجربتان، لا نقول الأطفال ما يفهمون، الأطفال يفهمون، الأطفال يتحسسون أي ظاهرة ولو ظاهرة متواضعة. الطفل عند حس التعرف يريد يعرف هذا شنو، شنو معنى هذه الكلمة، شنو معنى هذه النظرة، هذه اللقطة في الفيلم شنو معناها، يفكر الطفل. هذه تجربة علمية. أطفال رضع عمرهم 8 أشهر،
يعني كل شيء ما يفتهم. جاء مجموعة من العلماء، بعض العلماء، علماء النفس، خلوا لهذا الطفل اللي عمره 8 أشهر رضيع، خلوا له شريط نصف ساعة مثلا، نصف ساعة شوية أقل شوية أكثر، في بالي نصف ساعة. هذا الشريط يحتوي على كلمات، ثم بعد ذلك ترك الطفل. بعد 14 يوم، يعني بعد أسبوعين، جابوا الطفل إلى المختبر، مجموعة من الأطفال، خلوا سماعة جهاز يبث أصوات، هذه السماعة تحتوي على تلك الكلمات التي سمعها الطفل قبل أسبوعين، وتحتوي على كلمات مشابهة، كلمة وكلمة تشبهها. الطفل نايم أو قاعد يسمع الكلمة المشابهة، ما يبدي رد فعل. بمجرد ما يسمع الكلمة اللي سمعها قبل أسبوعين يلتفت إلى مصدر الصوت. شنو معناته هذا؟ معناته تلك الكلمة اختزنت في عقله وفي مخه، عندما يسمع الكلمة هي يلتفت إلى مصدر الصوت، وعندما يسمع كلمة مشابهة ما يبدي رد فعل. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول والصبي في المهد، يعني حتى إذا عمره يوم واحد، إذا دا يباوع، لا تعملوا هذا العمل أمام الصبي. التجربة الثانية، وهي تجربة أعجب، وهذه تجربة علمية، الأطفال وهم أجنة، جنين في بطن الأم، أسمعوهم أناشيد معينة. الأم عندما تسمع فاتحة التلفزيون، والتلفزيون يصدر أصوات غناء موسيقى، بعد صاير عادي، يعني أصلا ما يلتفتون كثير. هاي مو هي دا تسمع، الطفل أم دا يسمع أيضا، الطفل أم دا يسمع، الطفل اللي في ال وهو جنين. أسمعوا هؤلاء الأجنة في بطون أمهاتهم وهم في الشهر الخامس، 5 أشهر عمرهم. بعدين بعد الولادة أسمعوهم نشيد معين. بعدين بعد الولادة، يعني بعد كم شهر؟ بعد 3 أشهر تقريبا، يخلون هذا الطفل اللي مولود جديدا، ويخلون نشيد ثاني ما يبدي رد فعل، ولكن عندما يسمع ذلك النشيد الذي سمعه في بطن أمه يشعر بالهدوء، يعني إذا في حالة عصبية يهدأ، إذا دا يبشي يهدأ، يأنس ويألف. ليش؟ لأن هذا الصوت صار جزء من كيانه، صار جزء من روحه، الجنين الذي عمره 5 أشهر. بعد هذا لا تجب الدقة، أكو في تاريخنا أن العلامة الحلي يمكن أبوه عندما كان يريد يدرس أو يدرس كان يجيبه وهو صبي في المهد، كان يجيبه يخليه عنده. حتى هذا الطفل من الآن يسمع كلمات الفقه والأصول والعقائد أو ما أشبه ذلك. هذا النبوغ اللي نجده في العلامة الحلي اللي بلغ الاجتهاد قبل أن يبلغ الحلم، لعل من العوامل المؤثرة هو هذا عمل أبوه، فمؤثر.
النبي صلى الله عليه وآله يقول: والذي نفسي بيده، تأكيد، لو أن رجلا قام بعمل معين وفي البيت، بيت يعني الغرفة، البيت في اصطلاح الروايات، مو يعني البيت، يعني غرفة، ليكون في نفس الغرفة وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما، ما أفلح أبدا هذا الطفل. إن كان غلاما، إذا ابن، كان فاجرا، عبارة ثانية، أو جارية كانت فاجرة، عبارة ثانية في الحديث. تعليم آخر راجعوه في الكتب الفقهية: إذا هنالك حيوانات، أكو مناظر غير طبيعية، امنعوا الأطفال من النظر إلى هذه المناظر حتى بهذا المقدار. الرواية طبعا أعم من الطفل. إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لما فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ ليش أعرضت بوجهك؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون، وهو من المنكر، إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة. رواية أخرى، هذه الرواية مروية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، إذا أتت على الجارية 6 سنين، بت أتى عليها 6 سنوات، لم يجوز أن يقبلها رجل ليست هي له بمحرم ولا يضمها إليه. طفلة هاي أتى عليها 6 سنوات، ليش؟ عندما يقبلها أولا هذا يفسد قلبه ربما، وثانيا هذا يوقظ فيها المشاعر الكامنة، هذا إيقاظ، تقبيل غلط، امرأة ليست له بمحرم، جارية، هذا حرام من الناحية الفقهية. يعني مو رواية، راجع العروة الوثقى، الفقهاء يقولون إذا أتى على الجارية 6 سنوات الرجل الذي ليس لها بمحرم يحرم عليه أن يقبلها ويحرم عليه أن يضعها في حجره، هذا حرام من الناحية الشرعية. الرواية الأخرى، هذه روايات تبين جوانب متعددة من القضية: إذا بلغت الجارية 6 سنين فلا يقبلها الغلام، طفل أو ولد يقبل جارية يعني صبية، لا، امنعوه من ذلك. والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز 7 سنين، إذا الطفل ولد صار عمره 7 سنوات، جاز 7 سنوات يعني أكمل 7 سنوات، لا يقبل امرأة، الامرأة لا تخلي هذا الغلام يقبلها، لأن هو هذا التقبيل أولا يفسد قلبها، نفرض ما أفسد قلبها، هو هذا التقبيل يوقظ فيه المشاعر الكاملة. لاحظوا الدق، هذه أشياء حقيقة قديما كانت جدا مهمة والآن جدا أهم، لأن الراديو من جانب، التلفزيون من جانب، هذه القنوات الفضائية المفسدة للدين وللدنيا، ذول اللي يطالعون هذه القنوات الفضائية لا عندهم دين ولا عندهم دنيا. ما أقول القناة الفضائية محرم، لا، اسمعوا فيها وانظروا فيها الحلال، بس اللي يدخلون في هذه الخطوط، خط الراديو وتلفزيون وجرائد ومجلات وما أدري هاي الأشياء، هؤلاء يخسرون دينهم ودنياهم. لا تجدون في هؤلاء عالما مبتكرا مكتشفا عظيما من العظماء.
شقد واحد عنده وقت؟ واحد إذا راح في هذا الخط يروح إلى النهاية، يفقد دينه ودنياه. المجلة اللي واحد يجيبها بالبيت يجب أن يلاحظ شنو هاي المجلة، الجريدة اللي واحد يجيبها، هذا الطفل عندما ينظر إلى هذه الصورة شنو يصير فيه. هذه النقاط نقاط جزئية، هاي النقاط الجزئية تصنع النتيجة الكلية. النتيجة الكلية يعني شنو؟ يعني مؤمن يوم القيامة يجي وله قصر في الجنة. شنو اللي صنع هذا القصر؟ هو سبحان الله. فسبحان الله قال يوم الجمعة، فد الحمد لله قال يوم السبت، فد لا إله إلا الله قال يوم الأحد، ركعتين صلاها، فد وقت شاف ما عنده شغل قام صلى ركعتين، اغتنم ركعتين، زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت باللغو ردت تقول كلمة فكر فيها، فاجعل مكانه تسبيحا. شعر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على ما أتذكر، وايد لطيف. هاي الجزئيات تصنع الجنة، وهاي الجزئيات تصنع النار. هذه الكلمات الصغيرة تصنع عالم، هذا الدينار بعد الدينار يصنع تاجر. الحياة هي هذه. لا تقولون شنو قيمة هذا العمل، لا، هذا العمل جدا مهم. هي هذه الجزئيات تجتمع وتجتمع وتجتمع وتكون العلام الحلي. هذه الجزئيات تجتمع وتجتمع وتجتمع وتكون بنت العلامة الحلي اللي كانت مجتهدة أيضا، أو زوجته اللي كانت مجتهدة. هذه الأشياء الجزئية تصنع جيلا صالحا أو جيلا فاسدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء وظائفنا الإلهية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي